Chat reaction. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو اخرى مع اخوكم شات. فيديو اخرى رياكشن اخرى. اليوم غنمشي عند مستر برمودا. برمودا اللي خرجنا تراك ديسفيجرد. نورمالمون هو المشوه الوجه نورمالمون. ما عرفتش هذا واش كلاش على حسب الارت وورك كيبان بحال شي بحال كلاش ولا شي لعيبه. ما عرفتش ماشي سير اكزاكتومون. خرج لو 4 ديسمبر اكزاكتومون التراك هذايا. تسد تخي قربة وربعين يعني تراك ما بيش تراك هذي يكون مهور ما كانش بو التراكات اللي ولكي خرجوا ديغنية وما بسيز باش كيكملوا جد تخي خرج تخي خونس تنشوف التراك هذا مستر برميدا الموسيقى ديالو زوينة تا هو كي خرجنا تراكات واعرين سو غنشوف التراك هذا كي داير صابر عشان غادا كتكبر بشي بشي رغم ان هاد السلطة هذا خاصو هي جبونس توا كيستاهل بلوس دو بيبليك بلوس دو فان على 35 كا اون توكا ندخلو نشوفو التراك نشوفو شوف شكون اللي غيكون مشوه الوجه واش كيدوي عليه هو واش معنى مجازي ولا شنو بغى يبين بها اكزاكتومون باش نفهموا القصه نعيشوا مع الفليب حتى هو ونعرفوا على من بغى يهضر او من ارت وورك شي كاين ديك اللعيبه تاع بنادم فيتوشي ما عرفتش واش تجسيد شخصي للحياة ديالو بمعنى مجازي ولا هذا واحد الراب ديالو سبيسيال تا هو كيفكرني شويه في الرابر ديال الجزائر ام سي ارتيزا عند واحد التكنيك كتشبه لها شويه اي لا ريتك صافي غنشريك الا خدمت دماغي غنشريك الا مشيو بعد واجد اجريك كي الكاميرا مخبيه خطاك تعجليت ما كفاتنيش ديك انت دمي بلاصتي نقول لك تنميت فاش بديت شحال عشت تنمر ما فهمتش علاش تماوني صار بلوس ايغو تريب اللي خدامه دابا هي وبلوس عليه هو الا خدمت كتافي غنشريك توشيات بلوس ايغو تريب تراك انا خرجت اليوم في زيكير سوري بارونس ريسيف مي طوبات فين ومسيبلي الا كاين ماكس صاحبي غيزيدني انا طايح كنين ما وضحش كي الدين عايش في تالي كي بدير انسال غدي الراب مشي الارتجال كان عيش وكنقول دير شي اللي كاين الراب مشي اللي كان لي كاي معدو ما يقول لي في اللي عايش ما بغيت نبان ما بغيت نكون لوكو واه النقطه مهمه هذه بالنسبه للراب كل واحد وكيفاش غادي بيك اللي كاين اللي غادي بيه ديك اللعيبه تاع خاصني نعاقب على بنادم كاين اللي داير الراب باش يعقل بنادم ويتشهر وكاين اللي داير الراب باش فريمون يعبر على داك الشيء اللي عايش ولا باش يعالج به شي تويشيات الحقيقه انا ماشي لوطو كان بان كيخسر شي خرج لوطو طب طب طلع الخطه تنط بسطور هبط اوكتاف طب طب كاسيب الصوت الصوت كي الصوت ديالك عم توقف طار لي الشابو شاد تخسر هذا اللي دار شوية ديفيرون بدل طم طم طلع الخطة تنط بسطة روح بتقطاف طم طم كاسي بالصوتة الصوتة كي الصوتة ديالك عم توقف طار لي الشاب بالطوفان في الحلم كان بلك في الطوطاف كان فاق كان بول كان عيش غير باش نعاود اليوم اش نوطا طف طف كاس كي دماغي بالدوخة طق طق كل ديس فيكر ممسوفة كي دير راب اي واحد مكسوفة الشاب بول اي واحد المغرب منسوطاش يا ولاد القعب طارقين علينا كلامكم لا عنده واحد تقصار سبيسيال هاد التراك هذا بالضبط عنده واحد تقصار ديفيرون برميل كي شاك في الموحى قرية جموحى كنعيشو كيف الضغط لندمي انا موطار تيس في بنا انا صاير فوق السلام تقدير مدى فوز داركم يقضي عليك بطاط ما كطار يتسال يجوز الله كاس بوسان في مفتراك وكينا طارق تلق راس فوق فراش كدير كي تبير مدى في حياتي كي اسطار مخدم المدى لا تشوفو تو بطراك تقول لي كان اشتراك تلق راس فوق فراش كدير كي تبير مدى في حياتي كي اسطار مخدم المدى لا تشوفو تو بطراك تقول لي كان اشتراك ولاد القحاف في حياتي
حياتك البنزين باش تقدر تزيد. الحاجة الوحيدة اللي تقدر تموتي فيك باش تحقق شي حوايج في حياتك هما هاد النوع. ديك الساعة تقدر تسوي شي نوع. هي جوج حوايج، يا غاتموتي فيك يا تقد تهرسك في الأول. ما خاصهاش بلوس موتيفي. وهاد اللعيبة اللي داير دابا هادي زوينة بحال هكا، ما عرفتش واش حبس التراك وغادي يرجع يغني، حيت بالي بحال يقد يسالها بهاد اللعيبة. هاد اللعيبة ديال الهضرة اللي كتصيفط ميساجات، حيت بنادم فهمت كيقد يخرج باستفادة، وديما كنقول بنادم أي حاجة خرج بواحد الاستفادة منها أنت. وهاد اللعيبة اللي قال ديال بنادم اللي فهمتي اللي ما مزيانش اللي غتلاقى بهم في حياتك، حيت ضروري غتلاقى معاهم أبار لبقيتي مخبي على راسك في الدار وما كتخرجش لبعضك، والخوت مع بعضياتهم شي واحد كيقد يحقد على واحد ولا شي سو فهمتي لي شونس انك غتلاقى مع شي واحد ما حاملكش كاينين كثار. هاد الناس هادو خاصهم يشجعوك على انك تزيد، ما خاصهمش يهرسوك، ما خاصكش تعطيهم الفرصه بانهم يهرسوك ولا انك تحبس ولا انك ما تكملش داكشي اللي باغي. بيان سور كاين شي حوايج اللي غتبغي ديرهم هما ما موالمينكش، من الاحسن تحبسهم، ولكن الا كنتي واثق من داكشي اللي باغي دير وباغي تزيد فيه وعارف راسك قاد تعطي فيه وقاد تكون فيه مزيان وتقد فهمتي، ما تخلي حتى شي واحد يهرسك. بالعكس دوك الناس اللي غادي يجيو ويحبسو يديرو لك عصا في الرويضه خاص يكونوا هما لي سونس كما يقول لك في حياتك. حاجه خديها كبر راسك وتفتخر به، نقدر نبان لك كونتي سيستم هاد الشي حاكمين عليه المواقف اللي عشت معاه، ولكن الا فشلت في شي حوايج ما كنسميهاش فيه حيت انا غنكون ما قدرتش نخدعو. ماشي هذا ميساج واعر، هذا ميساج واعر. كنبان لك اونتي سيستم، يعني اونتي سيستم يعني سيستم اللي غادا بيه البلاد ولا الناس اللي كيسيروا اللي كاين في الوزاره ولا اي واحد عنده شي بوفوار ولا شي حاجه يقد يكون ضده، ولكن الا فشلت ما غاديش نلصقها فيهم، ما نلصقهاش في هذا الشيء باسكو فهمتي غير كيكونوا اعذار هذوك اللي تلقيتها. انت اللي بغى يدير كاين في اي بلاد كتلقى بلاد مقد ينجح، قد ينجح بالخدمه وبمعقول وكيزيد كيبقى غادي يزيد لقدام. في المعوار ما يعطى ليه سنين كروسة بالمحوار فوسط عقول كندير استغوار بطراك كنحط فوسطكم محرار يبدو طاف نوع الفيزاج كنحلم كان فاق عارف داك الميساج نشوفها كنعرفو الليسات قلبي بيض كيحسب داك الليسات هاللي مفهم دماناج هاللي كيرغب صاحبتو على ميساج هاللي راح يعرض الليسات هاللي مفهم دماناج هاللي كيرغب صاحبتو على ميساج هاللي مفهم دماناج واللي كيرغب صاحبتو على ميساج ميساج تراك مقسوم على جوج شويه ميغو تريبيب بنوعيه تاع يصيفط لك ميساج ماشي باش يعاق ولا باش يعاق على واحدين اخرين. ايغو تريبيب باش يبين لك الصعوبات اللي قد يطيح فيها بنادم ولكن هو قاد فهمتي بالخدمه ديالو بزاف اللي غادي هو واجهها فهمتي، ما خلاش شي واحدين دوك اللي غادي ما يحملوكش يوقفوا، ما خلاش حتى حاجه، ما خلاش لفات انه ضد السيستم انه تخلى تكون عذر انه ما يدير حتى شي حاجه. يعني هاد اللعيبات فهمتي زوينين ايغو تريب، ولكن ماشي كيف كيكون الايغو تريب في الراب، ولكن الايغو تريب باش يبين ليك باش يعطيك القوه تكون انت عندك هاد الايغو تريب ديال غندير شي حاجه في حياتي. ميساج زوين سي فريمون بيان بونسي، وتم التقصار اللي قصر وتوشيات زوينين صراحه. التقصار اللي قصر عطاه واحد النكهه زوينه في التراك. اون جينيرال التراك ديالو فداك تراكو بيرسوس ما شنو تراك، المهم اغلبيه تراكو ما كيقصرش فيهم بهذا السيل. هذا جاني فيه واحد السيل مبدل. و تا ايغو جو بونس اخر واحد درنا لي ايغو نو ديب ما درش لي رياكشن، مي ايغو هذا بان لي التقصير ديالو ان بو ديفيرون تراك. مي ان توكا عجبني التراك وعجبني لو فات انه حاول يدير ميساج وسط من التراك، سا سي تري تري بون شوز نظرا لعدد الناس اللي كتقد يكونوا كيتصنتوا ليك
فهمتي ديما كنقولوا الدراري الصغار ولكن ميساج بحال هكا كيقدو ينفعو حتى بنادم كبير في لاج، كاين بنادم اللي وصل حتى لواحد الوقيته في حياته وباقي ما دار حتى شي حاجه ولا باقي هادي يقد ينفعو ميساج باش يخليه يزيد اللي قدام. هذا ما كان. شكرا للناس اللي تمسكوا وتفرجوا فينا في الرياكشن، خليو شي كومونتير كي جاكم التراك هذا واش بان لكم في الميساج اللي خلي لكم بالمن هذا، وتهلاو نتلاقاو في فيديو الجاي. ياس.